فرح محمد رمز للشباب العراقيين المكافحين للعيش بكرامة في بلد باتت الأزمات فيه تقض مضاجع مواطني. طالبة جامعية تسعى لتأمين نفقات دراستها بجامعة الموصل وإعالة أفراد أسرتها واحتياجات أبيها المريض من خلال عملها في مطبخ افتتحته مؤخرا يبيع الأكلات الموصلية، ما خفف بعضا من معاناتها. حبيت افتتح هذا المشروع بسبب الظروف اللي انا عايشتها، بسبب ظروف والدي لان من ذوي الاحتياجات الخاصه، فحبيت انه افتح هذا المشروع لدعم عائلتي. وبنفس الوقت انا ادرس هسه حاليا مرحله رابعه، طبعا سنه تخرج، وانا كثير يعني انه وقت ما عندي، انه دراسة ومطبخ وكثير أمورات يعني علي، أنه وقت كلش ضيق. تعمل مع فرح في مطبخها مجموعة من الأرامل والمطلقات والطالبات، يتشاركن جميعهن في أوجه كثيرة من أوجه المعاناة والكفاح. العاملات اللي يشتغلون عندي 4 5، 2 طالبات جامعة واثنين أرامل ومطلقات، وطبعا عندي شيفت مسائي لأن أكو بعض الطالبات ما يطيقون يجون بالشيفت الصباحي لأن يداومون جامعة، فيجون بالشيفت المسائي يكملون دراستهم بالجامعة وبعدين يجون يشتغلون. يعني حلو أنه الإنسان عنده مهارات وبنفس الوقت هو يدرس، يعني لا يعني معتمد على يعني بس الدراسة، هذا يكون عنده مهارات، وهذه المهارات احنا تفيدنا بال يعني خاصة احنا يعني بالمجتمع مالنا هون، يعني عندنا مهارات بس ما عندنا دعم. وترى فرح أن الشباب العراقيين بالرغم من الصعوبات والمآسي الكثيرة التي تحيط بهم يتميزون بالبذل والعطاء كما بالكفاح لتحقيق أهدافهم.